يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. قبل كل شيء حابة نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد باش يكون متنوع شوية، ما فيش روتين كما العادة، فيه خرجة إن شاء الله. حابة ناخذ رأيكم في حاجة، إن شاء الله تجاوبوني على الحاجة اللي حابة نسألكم فيها في التعليق. حابة نشري يعني معون، نقولوا احنا سيرفيس تاع فطور رمضان ان شاء الله، تعطيوني رايكم انا وناخو، لاني حرت في الاختيار فما برشا شوا. قبل كل شيء شوفوا اليوم بديت نهاري بقيوة الصباح كيما العاده، ما صورتش روتين تاع قضيه وكل، لانه الاولاد اليوم ما يقراوش، صرت لنا وانه فما عاصفه ثلجيه قويه، بعثوا لنا ايميل المكتب قالوا لنا ما فماش قرايه. قبل كل شيء بعد لك كملت قيوتي قمت طيبت فطوري، عملت لهم مرمس نخلي لكم بالديتاي كيفاش طيبته، وبعد هزيتهم وخرجت بهم ونصوركم الاجواء في الشارع. هوا نطيبوا في الماء وملح في الكحل وتابل به. نقلي كما شفتوني في البصل ومعاه الطماطم ومعاه الهريسه العربي، ما نحطش برشا طماطم. علاش؟ لاني باش نحط طماطم كعب في المرمس به. هاو كيفاش عملته، بعد الماء هذا كله باش ما نلوحوش نصبه كله في الطنجره وباللحم نتاعو. بعد نقلي نربي طوى اللحم، هاو كرميت اللحم كيما شفتوا باش نخليه يتقلب ليه معاه، وبعد نصبك الماء. طيب هوني بعد لقليت شوية نبدأ نزيدك الماء بشوية بشوية ونغطيها وخليت تبع البيت. وهوني كما تشوفوش قسيت بصل، رأس بصل عادي، رأس بصل أخضر، قسيت قرن فلفل على أربعة وقسيت كعبة طماطم على أربعة، وباش نرميهم كي تيب المرمز نتاعي. هذا هو المرمز إن شاء الله، كل يعني كل واحد طريقته، هذه طريقتنا احنا كيفاش نعملوه، هذه طريقتنا في المرمز وكل واحد طريقته كيفاش يعملوه. هوني بدات تغلي كيما تشوفو، الحمص نتاعي طايب وصايي باش نجي نصبو باش نحرك. بعد ما صبيتو ريت بصبيت الحمص، طب باش نحرك نخليه يغلي شوية وباش نرمي الباقي نتاعي، نخليه يغلي وبعد باش نرمي البصل والباقي الكل. هاهو هوني بعد غليت باش نصب أكل بصل وأكل طماطم وأكل فلفل. هوني خرجت بكم نعمل بكم دوره في الحومه، شوفوا ما شاء الله باتت طومبيت كامله نتاع نيج، يعني تقريبا 15 سنتيمتر صب هاكا. هوني شوفوا ها المحل تزلق شويه فنية تحسوها هكا، اما محليها السماء زرقاء والدنيا بيضاء. راهي الساعة التالي كانت تجبد جبدين لاناس سبحان الله، وكانت الدنيا كري او كتو وريتها لكم في الفيديو اللي قبل، يعني ساعة قبل في مش الفيديو في السيكونس اللي قبل، ساعة قبل كيفاش كان الطقس. شوفوا ما شاء الله كيفاش تقلبت بعد.
تزلق الكرهبه ديال الصوالح تزلق يعني ما مستلسين تبيعها لانه عندنا بنو سبيسيال تاع لافيش هاك كي تغزل الدنيا بيضة وسخة تونس مثلا نقولوا لها هاك شو محلاك الشارك كيفاش باغي ترافاياغ على الاغريكول هذه قضيتنا تنوالكم بعد نشر والمارت ان شاء الله باش نقضي قضيت وحابه نسالكم البنات في الفيديو فما عجبوني زوز سيرفيس تاع الطاوله ما فيش برشا 24 قطعه حطوه لكم واعطيوني رايكم انا وناخذ خير ناخذ رايكم وان شاء الله ناخذ اللي تقولوا لي عليه هوني دخلت ما تشوف تشوفوا والمارت هاك عندنا الفارماسي هاكا في وسط المجازن في وسط السوبر سنتر سوبر مارشي يعني ديما عندنا فيه تلقاو فارماسي بديت ندوب لا ديرش هوني البنات جبتكم معايا الماعون باش تعطيوني رايكم شنو ناخو باش نوريكم اللي عجبوني انا وانتم قولوا لي حلوين ولا لا به عجبني هاو الموديل هذا باش نوريكم محلول هكايا فيه قصحنا شوفوا حلو ياسر يلمع بنوار والبلون والدوري هذوما رسحنا ضريفين عاملين منه سيري كاميرا وتنوريهولكم هاو كيما هكا قولوا لي شنو ناخو فيه اربع صحاف واربعه قصحنا بلا واربعه قصحنا مش غرقين بلا صغار به هذي الاولاني فما هذا كيف كيف فيه اربعه قصحنا واربعه قصحنا بلا صغار وكبار وصحاف به هذا يعجبني زاد كيف كيف هو فيه ستة قصحنا غارقين ستة بلا وستة كبار وستة ظراف فما نواغ ودوغي هاو كيما تشوفوا وفما غري ودوغي كيف كيف وفما هذا عجبني حلو ياسر زاد طالعين ما نعرف الشكل التيم فلورال تحفون ياسر هكا في الوان محلاها تحفونه زاهيه عطيوني رايكم انا وناخو الكلهم كيف كيفهم أربعة 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 وبعد كي نحب نكمل البقية نكملها يعني على روحي فما هاو هذا الأولاني المنكت دوغي نواغ وبلون فما نواغ وبلون ودوغي على جناب كي نوع الكاريه هكا كي نوع زينة في المونديلا يقولولها وفما نواغ ودوغي هكا شوية عادي وفما هكا قري هكا وهاو باش نوريهملكم محلولين يبيعوهم بالقطعة يعني زادا هاو هذايا الأولاني اللي قلتلكم عليه هذي هاو كيف تشوفوا فيه هاوكا هاو فما هذا اللي كيما تشوفوا فيه فما هذا كيف كيف هاو به وهذا اللي قلت لكم عليه المحلول فما هكا الصحن والا فما هكا ولا باش نوريكم هاو اوضح ريتو هاو ونفس هو في القري هذوما عجبوني ان شاء الله باش ناخذهم من رمضان نخمم اعطيوني رايكم وان شاء الله تاخذوا منهم يا اما هذيا الفلوغال المزاوي محليه مزركش والا فما هذا في القري نعاود لكم مره اخرى والا هذا في النوار والا هذوكم الزوز موش فرد سوم كل واحد سومه وهو الملون محلول فما هكا في البلو تشوكواز هاهو كيما تشوفوا بالورد وفما هكا انا ما نعرفش عجبني من بعد ما نعرفش عطيوني زيد نتوما رايكم وفما هكا قلت لي تابعوا وهذا القري بالنسبه للقري هذاك فما لي بلاتو اوفال معاهم النوار مش القري هذا اما النوار لاحظت فيه ديفو ياسر تحسوا اقل تخربيشه ولا حاجه تبان فيه فما هذا القري حلو ياسر عجبني زيد البلاتو اوفال وفما هذايا زاد هاوك وريتكم بالديتاي باش تعطيوني رايكم ان شاء الله فما راهي حاجات اخرى الوان اخرى ما هذوما طالعين جدد نوفو موديل يعني الكل فما هكا الملون بكدا فما هكا السامبل هذوما مش غاليين السامبل فما هاو اللوح كيف كيف بلاتو ويت لوح
وهذو ما تابعينك السيرفيس اللي وريته لكم الكيساء الفناجل مش الكيساء. باش نوريكم حاجه بالنسبه للتيم الفلوغال، حتى معاه السوطا هما معاه السيبور كامل تاع لي سيرفييت معاه فمعاه كافيتيغ هوا كما تشوفوا معاه لي سوبلا معاه لي سوتاس ومعاه السيبور تاع بابي سيرفييت بابي اسويتو. وبالنسبة للمغارف والفراق تاك فما في الدوري فما في البلون فما انواع مشكل يعني فما هذوما النوع المغبغي فما النوع هذايا يشبه شوية لك اللي عندنا التوانسة المختولي تاع النحاس التونسي مختولي تحسوها هاكا. وفما هذا الشونجون هاكا هذه الالوان اللي فما الكل المغارف مانيش ماخذه لانه عندي